واش ان شاء الله مرحبا بكم في فيديو جديد. غيقبلوا عليا، يلا جيت من لاصال مروان، شوف الشعر شوف اللحيه، المهم ماشي مسكسف. المهم الخوت راه ان شاء الله نهار الثلاث غندوز على القناه برلين التلفزيونيه ديال المانيا، نهار الثلاث ان شاء الله مع 3 ولا 4 ديال العشيه ان شاء الله غندوز يا ربي الحبيب. المهم الخوت نخلي لكم في هذا الفيديو هذا، شوفوا فيه هاد ستوريات لحتهم في انستغرام، الانستغرام ديالي هو اللي بغى يدخل عندي هو هذا. المهم نخلي لكم في ستوريات، شوفوا ستوريات ديك الساعه نعاود لكم البلان. سبحان الله الخوت، اقسم بالله انت كاعير هاد الصفحه هادي كيفاش كتشوفوها هي، سميتها دي 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 ديوي جافارت. المهم 290000 عنده ديك اللعيبه ديال النجمه، اقسم بالله الخوت اللي صيفطات الميساج انا اشوف مور هذا الفيديو نوريكم واحد اللقطه ديال الفيديو تشوفوا. قال لي السلام استاذ فيصل، قال لي عندنا واحد واللايف ولا فيديو كيشني، قال لي خي شوف واش اللايف ولا فيديو، قال لي عندنا واحد الفيديو ان شاء الله نهار الثلاث، واش ممكن زعما تطلع معنا في ما عرفت في القناه والله ما عرفت فاش الخوت اقسم بالله. قال لي زعما غتهضر لينا على حيت انت هنا شفناك زعما في اليوتيوب كتهضر على الهجره وفيت لك هجرتي، واش ممكن تطلع معنا؟ اقسم بالله الخوت شوف انا امور هذا الفيديو نوريكم واحد اللقطه جبت باش ندير فيديو، باش ندير الفيديو زعما باش ندير الفيديو باللي زعما باش نلوحو زعما في اليوتيوب نقول زعما باللي هذا الباج دخلت عندي وقالت لي زعما ندير معاهم فيديو زعما فهمتي. سبحان الله الخوت، وانا مشيت ندير واحد الفيديو المهم في هذا المور هذا الفيديو غتشوفوه، مشيت ندير نصور تما ما عجبنيش داك المنظر، قلت انا نمشي لشي بلاصه مزيونه باش ندير فيديو باش نوري لهم الميساج كامل زعما شني قالوا لي شني قالوا لي شني قالوا لي. في الاخر خوت مني وصلت لتما لقيت مسحوا الميساج مع الاسف، حيت علاش لقاوني اونلاين وما جاوبتهمش شي نص ساعه واقيله بحال هذا، حيت شي نص ساعه وانا كنتمشي كنقلب على شي بلاصه مزيونه باش انا جيت لهنا باش ندير فيديو في الاخر مع الاسف حيدو اقسم بالله الخوت، ولكن كنتمنوا يردوا تهلا. لقيت ياغد فيديو شخص لقيت ياغد فيديو شخص صافي نجيب قبل تلقاني اسم سنتين فين؟ جعفر جعفر لي جعفر تالكور علاش تزق مانيش انا حقيقي يديك باش تقول وبغيت تعرف واحد الحاجه الخوت هو قرا قالها لي، قال لي راح نلقانا من برلين، قال لي من برلين المانيا زعما هو ماشي اصلا هو اصلا هو واقيلا ماشي من المغرب، حيت قال لي السلام عليكم استاذ فيصل معك قناه المانيا من برلين، واش ممكن تطلع معنا في الفيديو تهضر لينا على الهجره حيت بزاف الناس كيهاجروا وانت شوفناك في اليوتيوب كتهضر على هذا الشيء هذا. المهم نمسحوا هذه الكاميرا هذه، هي هذيك الخوت كنت باغي نسكريني قلت زعما الناس ما غايتيقوش زعما يقول لك تعالي انت اللي كتبتيها ولا شي حاجه، يعني كنت باغي انا عند الفيديو وكيفاش شفت الخوت في ذاك الفيديو اللي فات راه كليكيت قريت الميساج مشيت نصور في ديك البلاصه ما كتبش نصور في ديك البلاصه، قلت زعما نمشي نقلب شي بلاصه زعما تكون مزيونه باش ندير فيديو نقول زعما قناه المانيه، وقالت لي زعما واش ممكن تطلع معنا في الفيديو زعما. والخوت مني لقى زعما شي نص ساعه هيداك ما جاوبتهمش بحال هيداك، وفي الاخر زولوا الميساج مع الاسف ما رضاوش، حيت ضروري بنادم قريتي الميساج ديالو نص ساعه وما غتجاوبوش شي حشومه كاع. تحياتي دوك الدراري هما كيعيطوا عليا. الحمد لله الخوت دخلت عندي ديك القناه الالمانيه وهضرت معايا، القناه من برلين هضرت معايا، واما كنعرفش اللغه العربيه بزاف عاودت لهم القصه ديالي كيفاش حركت وكيفاش شفت الموت في راسي في وسط البحر، المهم كلشي داكشي عاودت لهم. قال لي غنصيفط لك ان شاء الله الرابط وغان شاء الله نهار الثلاث ان شاء الله تكون معنا على قناه المانيا على التلفازه. المهم الخوت تسناوني نهار الثلاث ان شاء الله ندوز في التلفزيون الشهره ندوز ان شاء الله في القناه ديال التلفزيون ان شاء الله نهار الثلاث ان شاء الله، قبل ما ندوز في التلفزيون ان شاء الله نصيفط لكم الرابط باش تفرجوا فيه على المباشر ان شاء الله. وخلي اللغه العربيه ناقصه غير ما تضحكوش عليا الخوت، اللغه العربيه خصني نقرا اللغه العربيه من حتى نهار الثلاث تسناوني. راه هما اللي دخلوا عندي البارح قالوا لي السلام عليكم استاذ الفيصل معك قناه من برلين المانيا، شفنا كتكلم عن الهجره في قناه اليوتيوب، هل ممكن ان تعاودنا القصه وكيفاش هجرتي وكيفاش وكيفاش؟ واليوم دخلوا عطيت لهم النمره ديالي ديال الواتساب ودخلوا عليا وهضرت معاهم وقالوا ان شاء الله نهار الثلاث مع ثلاثه ولا اربعه تكون معنا على القناه الالمانيه على التلفاز. اول مره فيصل غيدوز في التلفاز غيدوز ديريكت القناه الالمانيه، انا كاع ما ندوز في هذه البلاد السعيده. تسناو الخوت وكنتمنى ان شاء الله نكون على الظن نكون زعما هو هذاك
ما نكونش كنتفت في الهضره وتحياتي. قال لك واحد المثال، اجتهد وثق في راسك وغتوصل باذن الله، وما تسمعش الهضره ديال بنادم. دير شي حاجه اللي ما غتضركش انت وما تضركش الاصدقاء ديالك وما تضرش العائله ديالك، وباذن الله غتوصل وما كيهمكش الهضره ديال بنادم. داك نهار الخوت دخلت عندي، شفتي بي دخلت عندي في الفيسبوك من وجده صيفطات لي قالت لي انا معاك مراسل شوف تي في واش ممكن نجول عندك طلب نطيب نزورك على قبل ديك 3 المريال ديك البوز اللي درت ما جاوبتهمش الخوت. ودابا دخلت عندي قناه المانيه عاود باش نطلع معهم ان شاء الله في نهار 3 في قناه في التلفزيون. اول مره غنبان في التلفزيون، نبان ان شاء الله في قناه في المانيا. وكنقول لكم الخوت اللي عنده شي حاجه في عقله غيديرها وما يسمعش الهضره ديال بنادم وغيوصل باذن الله. اليوم غدا اليوم غدا غتوصل. انا كنت صغير وانا طموح في هذا الشيء، وانا كندخل في هذا العالم وكنبلبلها وطش 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 بزاف الارقام القياسيه، ولكن باذن الله غنوصل بشويه 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 ان شاء الله لك درجه 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 حتى نوصل ان شاء الله يا ربي الحبيب. وتحياتي لكم، وتسناو نهار 3 ان شاء الله البلبله وطش وطش وطش. العربيه اللغه العربيه ما عنديش نبلبلها. كيف شفتوا الخوت ستوريات في الاول كان صيفط لي بزاف الكتابه، مشيت نصور ديك البلاصه زعما باش نحو في الفيديو في اليوتيوب نقول لهم زعما بلي دخلت عندي قناه المانيه وكيفاش كيفاش كبرت بيا واللي كان اللي كاين. قريت الميساج شي نص ساعه ما جاوبتوش حيت انا مشيت لواحد البلاصه اخرى باش نصور فيديو. في الاخر مسحوا حيت انا بحال اللي هو بحال انا ما رديتش نجاوبو، جات له ناقصه وحيد داك الفيديو. داك انا كتبت له قلت له زعما سمح لي كنت في الخدمه اللي كاين، جاوبني قال لي ماشي مشكل، قال لي عطيني النمره ديالك. هضرت معاه في ابيل في اخر في الواتساب صافي، عجبتو القصه ديالي وعجبو داكشي اللي كندير وعجبو داك الشجاعه اللي فيا انايا. ولكن واحد الحاجه اللي ناقصه لي الخوت هي اللغه العربيه، ما كنعرفش نهضر باللغه العربيه. هضرت معاه باللغه العربيه غير بالدراع وشويه ديال اللغه الدارجه، وكنتمنى ان شاء الله يقبلوا علينا واخا كنهضروا غير باللغه العربيه مهرسه. المهم الخوت نقول لك واحد المثل، شوف اجتهدوا شجعوا راسكم غتوصلوا ان شاء الله يا ربي الحبيب. دير شي حاجه ما تضر لا والديك لا خويتك لا اصدقائك ديالك لا راسك، وبلبلها طش طش طش. الخوت راه البلبله اللي كيطلع دابا طش طش طش، المعقول ما بقاش كيطلع دابا، بلبلها والسلام. شوف غير مثلا غير هذاك اللي سميتو مرحبا كيدير التحديات، مره كينقز من السطاع مره كينقز من السرجم. شوف تبارك الله فين واصل دابا 340 متر كيضربوا في اليوتيوب مليون. فداك الشيء اللي كاين الخوت الطريق ديالك عامر بالشوك، خاصك تعرفوا كيفاش دوزو في داك البوز ديال 3 المليار باش تعرف واحد القضيه. خوت ماشي انا اللي ربحت 3 المليار، بزاف الناس كيحاولوا بلي انا حيت باقي الناس طايقين. المهم في داك البوز بالضبط دخلت عندي شوف تي في من وجده، قلت له واش ممكن نجيو عندك البنطيب نديروا معاك اللقاء نطلعوا لك القناه. شوف الخوت دخل عليا السلام عليكم فيصل معك مراسل شوف تي في، واش ممكن نجيو عندك من وجده الى بنطيب نطلعوا لك القناه ونعرفوا عليك المغاربه، زعما انا نتعرف عند المغاربه. ما جاوبتهمش الخوت حيت كانت البلبله وطش 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 بزاف. كان الناس كيعيطوا ليا فيصل بالصحه ربحت 3 المليار هذا كيقول لي سيفت لي وهذا بلبله. ما جاوبتهمش الخوت حيت انا ما بغيتش نزيد في ذاك البوز بارك عليا غير تما، هذاك الشيء ما جاوبتهمش. دابا الحمد لله دخل عندي قناه المانيه، عرفت تدخل عليك قناه المانيه تدخل عليك وتقول لك دوز معنا في اخر في القناه زعما على التلفاز. شي حاجه بزاف الخوت اقسم بالله يحصل لي الشرف انا ندوز انا في الاخر. وندير واحد ديكاس الوالد ان شاء الله من تما ان شاء الله الا كثر ان شاء الله ربي الحبيب حيت الوالدنا فوق الجميع. هو هذيك الخوت مرود طش 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 الخوت هي هذيك. المهم نتسناو ان شاء الله نهار 3 ان شاء الله يا ربي الحبيب ندوز في القناه برلين. الرابط اللي بغى يدخل نصيفط له الرابط باش يتفرج فيا يدخل عند الانستغرام، الانستغرام نصيفطو لكم قبل وتلقاوه في صندوق الوصف. دخلوا عندي نصيفط لكم الرابط وتفرجوا ان شاء الله على المباشر، وان شاء الله كنتمنى نكون على الظن. المهم عربيه ناقصه الخوت هي هذيك. انا طيق في راسي باللي غنهضر في القناه التلفاز ونجيب راسي ونعرف نهضر وانا متيق في راسي حيت انا دوزت شوف تي في ما شفت بشي حاجه انا كنهضر معاك كنهضر دوزت بزاف منابر اعلاميين وعادي جدا. وانت في التلفاز عادي، انا بالنسبه لي انا داك الشيء عندي عادي والله نهضر بكل ثقه في النفس وبالكلام والعالم عادي جدا الخوت. المهم تسناونا الخوت، وشكرا لاي واحد كيكومونتيني واي واحد كيعطيني لايك واي واحد كيبارطاجيني واي واحد كيبغيني. سمحوا لي بزاف ما عطيت لكم شي فيديو بوجهي، ولكن دابا كتابا نلح لكم فيديو من بوجهي. شكرا بزاف لكم وان شاء الله نستمر في هذا الشيء. هذا دابا عيطت لينا المانيا مره اخرى، تعيط لينا نيويورك مره اخرى، عيط لينا عزرائيل نمشيو للجنه ان شاء الله. الخوت
تهلا وتشوف تحيه لاي واحد كيعيط لي في الزنقه كيسلم عليا كيتصور معايا وكيوقف عندي وكيكبر بيا وكيعيط لي. اي واحد في الزنقه ما كنعرفوش كيعيط لي فينا فيصل بلا دوك الناس اللي كنعرف. كان شحال من واحد كيعيط لي فينا فيصل مزيان وانا ما كنعرفوش. شكرا لك بزاف، شكرا من القلب، اقسم بالله تحياتي لكم، راكم عزيزين بزاف. واحد واحد اي واحد كيبغي هذا الوجه هذا، والحمد لله الله عز وجل ملي وصلني لهذه المرحله تعيط لك قناه المانيا دوزك راه شي حاجه بزاف الخوت. المهم الخوت هلاو فراسكم بزاف بزاف معكم فايز افقير. تسناو فيديو فيديو فقير المانيا.